بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي مع بعض يا باشمهندسين نتعرف على كيفية التحكم في الأجهزة باستخدام موديول البلوتوث. طبعا الموضوع ده انتشر بصورة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، وهو أن يتم استخدام الموبايل أو التاب أو اللابتوب في التحكم في الأجهزة اللي موجودة في المنزل على سبيل المثال. طبعا الأجهزة ديت ممكن تكون هي عبارة عن الإضاءة اللي موجودة في البيت، أو عبارة عن مروحة، أو عبارة عن تكييف، أو عبارة عن الأبواب اللي موجودة في المنزل متركب فيها مثلا اقفال كهربية بتشتغل بالكهرباء. فكل الكلام ده يا باشمهندسين بيتم التحكم فيه من خلال الموبايل. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ من ضمن الطرق اللي بيتم بيها ان يكون الموبايل مربوط على كنترولر زي الاردوينو على سبيل المثال، باستخدام حاجة اسمها موديول البلوتوث، وده اللي هنتعرف عليه ان شاء الله من خلال الفيديوهات دي. ان شاء الله هنتكلم مع بعض اول حاجة على مقدمة عامة عن الموضوع، بعد كده هنتكلم على المعلومات اللي موجودة عندي عن موديول البلوتوث او الداتا شيت اللي موجودة في الخاصة بموديول البلوتوث، بعد كده هنشرح مشروع عملي، وبعد كده هنتكلم ازاي نستخدم الاساسيات اللي احنا شرحناها فوق ديت في ان انا اعمل هوم اوتوميشن يا باشمهندسين. طيب نبتدي نخش في الجزء الاولاني عندنا، وهو المقدمة العامة يا باشمهندسين. انا عشان اتحكم عن بعد في اي جهاز، فانا ده معناه ان انا لازم يكون عندي حاجتين، لازم يكون عندي حاجه اسمها المرسل وحاجه اسمها المستقبل. بمعنى ان انا عايز اتحكم في حاجه موجوده في مكان معين وانا موجود في مكان تاني، فانا بالنسبه للحاجه ديت هبقى يعتبر سندر، ببعت لها معلومات. مرسل يعني برسل لها معلومات بناء على المعلومات ديت. الريسيفر اللي هو الجهاز اللي هو الاردوينو مثلا، بناء على المعلومات اللي انا هبعتها له هيبتدي هو يتحكم في حاجه معينه، يتحكم في الاضاءه، يتحكم في مروحه، يتحكم في اي حاجه انا مصممه ان هو يتحكم فيها. فبالتالي اللي انا عايز اقوله يا باشمهندسين ان عشان اتحكم عن بعد في اي جهاز لازم يكون عندي مرسل بيرسل التعليمات، وعندي مستقبل بيستقبل التعليمات ديت يا باشمهندسين، ويبتدي ايه؟ ويبتدي ينفذ الاوامر المطلوب منه ان هو ينفذها بناء على التعليمات دي. طبعا في بعض الحالات بتلاقي المرسل هو شغال مرسل ومستقبل، والمستقبل شغال مرسل ومستقبل برضه. ازاي يعني؟ مثلا على سبيل المثال انا عندي الطياره بدون طيار، دي بتشتغل ازاي يا باشمهندسين؟ هي بيبقى في عندي غرفه تحكم، غرفه التحكم ديت لو انا بتكلم على طياره صغيره ممكن تبقى عباره عن جهاز صغير كده موجود فيه شخص بيتحكم بيها، او لو انا بتكلم على طياره بدون طيار كبيره فبيبقى لها غرفه كامله بتستخدم للتحكم في الطياره دي يا باشمهندسين. انا عندي كده حاجتين، غرفه التحكم وعندي الطائره. غرفه التحكم بتبعت بيانات للطائره، وفي نفس الوقت الطائره يا باشمهندسين بتلقط مثلا صور او فيديوهات وتبعت البيانات ديت لمين؟ لغرفه التحكم. فاصبح غرفه التحكم دلوقتي بتبعت وبتستقبل، بتبعت تعليمات وبتستقبل بيانات. فاصبح دلوقتي غرفه التحكم هي مش مجرد مرسل، هي مرسل ومستقبل وبتستقبل بيانات في نفس الوقت. الطائره نفس النظام، بيجي لها تعليمات يبقى هي بتستقبل اهو، وبتبعت بيانات يبقى هي بترسل. فانا عندي هنا ايه؟ كل واحد فيهم، كل واحد من العنصرين اللي قدامي دوت يا باشمهندسين شغال مرسل ومستقبل في نفس الوقت. بس طبعا الطياره بدون طيار ما بتستخدمش موديول البلوتوث، موديول البلوتوث المدى بتاعه صغير جدا، ما بيوصلش لايه؟ ما بيوصلش لل 100 متر. فبتستخدم تقنيات ثانيه يا باشمهندسين اللي هي ايه؟ الوايرلس مع الاقمار الاصطناعيه وكده. ده بالنسبه لمثال من ضمن الامثله اللي موجوده عندنا. طبعا مثال ثاني من ضمن الامثله اللي موجوده عندنا الموبايلات، التليفونات. دلوقتي انا علشان اكلم حد يعني او يعني اي تليفون بيشتغل، بحيث ان انا يكون عندي سندر وريسيفر، انا بتصل على واحد فببعت له بيانات وهو بيرد عليا بيبعت لي بيانات. فانا عندي هنا جهازين، مرسل ومستقبل، ومستقبل وايه؟ ومرسل. وطبعا الامثله موجوده على كده كتير. برضو التلفزيون يا باشمهندسين، بس هنا بقى ناخد بالنا، التلفزيون في عندي محطه ارسال بتبعت وانا بستقبل الاشاره في بيتي، انا بستقبل الاشاره لكن انا ما ببعتش لها اشاره، فاصبحت انا دلوقتي مستقبل فقط وهم مرسل فقط يا باشمهندسين. الراديو نفس النظام برضو، انا لما اجي استقبل اشاره الراديو فانا يعتبر هنا ريسيفر يعني مستقبل وليس ايه؟ وليس مرسل. طيب لما اجي استخدم موديول البلوتوث بقى، فانا لازم اكون واخد بالي ان انا هيكون عندي سندر ده هيبعت تعليمات، والريسيفر هيستقبل التعليمات وينفذ اوامر. يبقى انا عندي السندر هو عباره عن الموبايل او التاب او اللابتوب اللي عليه ايه؟ اللي عليه البلوتوث بتاعي، اللي هو اللي انا هستخدمه علشان انفذ الاوامر اللي انا عايزها، عشان ابعت الاوامر اللي انا عايزها. طيب ده بالنسبه للموبايل. طب الموبايل لما يبعت معلومات مثلا هيبعتها لمين؟ هيبعتها لموديول البلوتوث، وموديول البلوتوث يا باشمهندسين هو متوصل بالاردوينو.
فالموديول بيدي البيانات دي للاردوينو، فالاردوينو بياخد البيانات ويقراها، وعلى اساس البيانات اللي وصلت له يبتدي ينفذ امر معين. فاصبح عندي دلوقتي الاردوينو بالموديول دولت كده يعتبروا الريسيفر، الموبايل بتاعي يعتبر الايه؟ يعتبر السندر. وهنعرف قدام شويه لما ناخد المشروع العملي هنعرف ان الموبايل بيشتغل سندر وريسيفر، وان الاردوينو مع الموديول بيشتغلوا الاثنين سندر وريسيفر في نفس الوقت. طيب شكل الموديول بتاعنا يا باشمهندسين هو ده الشكل بتاعه. هو طبعا الموديول ده اسمه HC_05، في موديولات احدث من كده اللي هي HC_06، وفي موديول احدث كمان ده اخر حاجه طلعت اللي هو HC_07، ده احدث حاجه طلعت. اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو HC_05، ده الشكل بتاعه يا باشمهندسين، وده الجهه الاخرى الخاصه بيه. طبعا لو جينا بصينا على الجهه الاخرى هنلاقي شويه ايه، حوالي كام بن، 1 2 3 4 5 6، 6 رجول موجودين في الموديول بتاعي يا باشمهندسين. ده كده بالنسبه للشكل العام بتاع موديول البلوتوث. طيب ناخد بالنا بقى من حاجه مهمه جدا في موديول البلوتوث. احنا هنشوف ايه المعلومات اللي انا محتاج اعرفها عن الموديول. اول حاجه محتاج اعرفها يا باشمهندسين ان الموديول ده بيشتغل بطريقه اسمها طريقه الاتصال التسلسلي، سيريال كوميونيكيشن، او الاتصال التتابعي. يعني ايه كلمه تتابعي او تسلسلي يا باشمهندسين؟ كلمه تتابعي المقصود بيها ان انا ببعت حاجه وبعدها بتبعها بحاجه ثانيه، يعني ببعت بيانات وبعدين ابعت بيانات ثانيه وبعدين ابعت بيانات ثالثه وهكذا. ده بالنسبه للسيريال. طب البارلل، البارلل لا، ببعت كل البيانات ات ذا سيم مومنت، في نفس اللحظه. يعني مثلا لو جيت قلت ان انا في عندي سندر اهو وريسيفر، وديت البيانات اللي انا عايز ابعتها يا باشمهندسين، قال لك لما تيجي تستخدم البارلل يا باشمهندس البيانات دي كلها هتتبعت مره واحده وتوصل في نفس اللحظه بس على كذا لاين يا باشمهندسين. اهو استخدمت كذا لاين عشان اعرف ابعت البيانات دي في نفس اللحظه. اما في السيريال كوميونيكيشن قال لك الصفر ده هيتبعت الاول، وبعدين الواحد يتبعت، وبعدين الواحد اللي عليه الدور يتبعت، وهكذا يا باشمهندسين لحد لما اخلص الايه، لحد لما اخلص البيانات بتاعتي. ادي الصفر وبعدين الواحد والواحد وهكذا لحد ما لما اخلص البيانات كلها يا باشمهندسين. طبعا الريسيفر بيستقبل البت الاولاني وبرده وما يعملش حاجه الا لما يستقبل الثاني، وما يعملش حاجه لما يستقبل الثالث، وهكذا لحد لما يستقبل كل البيتس اللي جايه له. في الحاله ديت يا باشمهندسين يبتدي ياخد الايه، الاكشن بتاعه على البيانات اللي وصلت له. طيب فانا عندي الموديول بتاعي موديول البلوتوث بيستخدم طريقه السيريال، يبقى انا يا باشمهندس في موديول البلوتوث محتاج كام لاين، محتاج كام خط، محتاج كام سلك؟ حتى الان محتاج سلك واحد، بس الناس جم قالوا لك هيبقى في مشكله لو احنا استخدمنا سلك واحد. ايه المشكله يا باشمهندس؟ ان انا كده يا اما ارسل يا اما استقبل، ما ينفعش ارسل واستقبل في نفس الوقت. طب الحل يا باشمهندس، الحل ان احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل سلك يكون للارسال وسلك تاني يكون للاستقبال. يبقى انا عندي سلكين يا باشمهندسين، ليه؟ علشان لو احتجت ارسل واستقبل في نفس الوقت. طيب وطبعا لازم يكون عندي سلك هو عباره عن الجراوند، فكده ايه، تلات اسلاك. طب تعالوا كده نبص على الموديول بتاعنا نشوف فعلا هو بيتكون من ايه. ادي يا باشمهندسين الموديول بتاعنا، هتلاقي فيه تي اكس، تي اكس يعني البن اللي هيبعت بيانات من الموديول، يعني البيانات دلوقتي على اللاين ده بتخرج من الموديول على اللاين ده تروح للاردوين. الار اكس يا باشمهندسين لا، دي بيانات بقى جايه على الموديول يا باشمهندسين، دي بيانات جايه على الموديول. الار اكس يا باشمهندسين زي ما قلت لكم ده عباره عن بيانات هتيجي من الاردوينو ورايحه على مين؟ رايحه على الموديول بتاع البلوتوث. طيب في عندي كمان ده موديول عشان يشتغل لازم له باور، فانا يبقى عندي سلك عباره عن الجراوند وسلك تاني عباره عن الفي سي سي. وطبعا هتلاقي كده الفي سي سي مكتوب عليه هنا ملحوظه يا باشمهندسين، بياخد باور من 3.6 لحد 6 فولت، يعني ده الرينج اللي هو بيشتغل عليه، ما ينفعش تديله اقل من 3.6 وما ينفعش تديله اكبر من 6 فولت. طيب الناس عملته ليه يا باشمهندسين الرينج بتاعه من 3.6؟ طبعا الرينج 3.6 ده كويس جدا. ليه؟ لان بعض الموديولات او بعض الكنترولرز زي الراسبري باي بيديني جهد مثلا، طبعا هو فيه 5 فولت بس بيديني الغالب بتاعه 3.7 فولت، فانا ممكن استخدم الجهد بتاعه الخارج منه كمصدر جهد لمين؟ للموديول البلوتوث بتاعي. فده الرينج بتاعي كويس جدا، المهم ان هو ما يقلش عن 3.6 فولت وما يزيدش عن 6 فولت يا باشمهندسين. ده كده بالنسبه لايه، للمعلومات العامه عن الاربع رجول دولت الخاصين بموديول البلوتوث. وكده عرفنا التوصيله بتاعتهم. طبعا التي اكس اللي هنا يا باشمهندسين ده بيبعت، يبقى لازم السلك اللي هو متوصل عليه اليمه الثانيه يكون بيستقبل، يعني لازم يكون البن 11 ده ريسيف من الموديول.
وطبعا ده بيستقبل، يبقى لازم السلك ده يا باشمهندس اللي هو الرجل رقم 10 هنا والبين رقم 10 هنا تكون بتبعت ليه؟ عشان البيانات تخرج من هنا تروح على الار اكس هنا. يعني اذا الار اكس متوصل على التي اكس والتي اكس يكون متوصل على الار اكس يا باشمهندس، ودي ملحوظه مهمه جدا ناخد بالنا منها ونكون عارفينها كويس. في بقى مجموعه من الملاحظات هنبتدي ناخدها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، علشان انا مش عايز اطول في الفيديو بحيث ان الموضوع ما يبقاش ممل، يبقى موضوع مبسط ان شاء الله. في الفيديو اللي جاي هناخد يعني مجموعه من المعلومات واحتمال نخش في المشروع العملي، فاتمنى ان يكون الفيديو ده مفيد ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.